الثالثة لأعرض النتائج التي أسفر عنها الصندوق تعبيرا لإرادة الشعب الذي أدلى بكل حرية وبكل شفافية عن صوته، حيث تم تسجيل بعد الانتهاء من عمليات الفرز أن 8,504,346 صوتا معبر عنه في إرسال قواعد الشفافية والديمقراطية. السيد عبد المجيد تبون الذي تحصل على 4,945,116 صوت معبرا عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 58.15%. سير العملية الانتخابية.